بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا فيكم بقناه فيكس جيمنج. نحاول نجيب طبعا هذه تسجيل للموسم الماضي. يمكن تحاول اجيب مظهر او سكن او شخصيه سوبرمان. انه الحمد لله يعني اشتريت الباتل باس تقريبا بنهايه الموسم، اخر 5 أيام تقريبا أو آخر أسبوع وشي زي كذا. الحمد لله الحين طبعا الحمد لله يعني جبت سوبرمان بشركم الحمد لله. وهذا المظهر اللي جاء مع الاشتراك الباتل باس. اشتراك فورتنايت. الله يعين يعني ان شاء الله. يلا بسم الله مستعدين. طبعا لازم نخلص مهام السوبرمان، شخصيه سوبرمان. طبعا هذا التعليق الحين قاعد اعلق اليوم، وهذا الفيديو متسجل من اسبوعين تقريبا نهاية الموسم الماضي. فيلا شوف كيف الشخصية حلوة 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 حلوة، مو بسيف لا سيفين، والشعر هذا شعر ناروتو زي شعر ناروتو. حلو حلو حلوة مرة، يعني الشخصية ذي لحالها تستاهل تقريبا، تستاهل تشتري الباتل باس. يعني نحاول نعرف وين. يلا بسم الله نشوف وين نهبط. بسم الله بالأماكن اللي فيها مهمات سوبرمان نحاول ننزل أماكن بالخريطة موجود فيها المهمات. يلا ننزل عند ليزي ليك. يلا طبعا الخرائط الحين بعد الموسم اتوقع تغيرت. انا الى الان ما يعني لعبت بس شوي يعني تقريبا، فناسي يعني صراحه. للعموم انا عجبتني صراحه خريطه هذا الموسم، فبعض الاشياء كثير عجبتني، بعض يعني الاماكن والبيوت والحركات، ايضا السيارات والشاحنات. اتمنى يعني بتبقى الموسم الجاي، ما ادري بالتفاصيل صراحه. انا مشكلتي حتى انا في كلاش رويال ما اتابع التحديث، ما اتابع وش اللي يجي وش اللي ما يجي. يعني زي ما تقولون يعني نلعب وبس. يعني يمكن فورتنايت لازم اتابع لانه تفاصيل كثيره بالفورتنايت، ممكن لازم نتابع نشوف. نحاول. حلو يا ساتر. حلو. هذا تقريبا يعني لاعب ضعيف، الحمد لله قدرنا عليه. الحين ناخذ المركبة ويا سلام سلم. يلا صار مكان بعيد شوي، لكن هذه الأماكن اللي فيها الحين المهمات اللي لازم نخلصها عشان نفتح مظهر السوبرمان وناخذ الشخصية. فيلا أظن هذه. شوف كيف بعيد أنا جوا الزون، ولا طلعت على أطراف الخريطة يعني على يعني خلاص بعيد 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 على نهاية. يعني لولا الله ثم وجود الكرة الطائرة كان الآن مصيبتي مصيبة، يعني كان الآن وضعي مزري. الحمد لله يعني المركبة الطائرة ذي
رهيبة رهيبة من جد، من ناحية اختصار مسافات ومن ناحية جلد جدا رهيبة. يعني نروح للباتمان. حلو، يلا يا شيخ باتمان، أخذنا منك المهمة، أخذنا منك المهمة، قبلنا المهمة، الآن لازم نسوي المهمة يا شيخ باتمان. يلا يا شيخ باتمان، يلا شفتوا كيف؟ صح صح، خلصنا هذه، خلصنا هذه، وأخذنا أخذنا دهانات سوبرمان الحمد لله. طبعا لازم تشتري الباس رويال، باتل باس، باتل باس، عشان يعني تخش المهمة هذه، وأنا ما اشتريتها إلا بنهاية الموسم، يعني آخر 10 أيام للموسم يعني الحمد لله. وأصلا يعني السوبرمان ما انفتح إلا يمكن آخر الشهر بالموسم على ما أعتقد، أو إيه تقريبا، أو آخر 3 أسابيع أو آخر شهر تقريبا. نجرب نشوف. وش رايكم بالرسمات؟ والله العظيم جمال، جميلة جميلة، روعة روعة روعة، مرة حلوة، مرة حماس، يعني كأنها حقيقية. مستوى يعني قاعد نتكلم عن مستوى لعبة مجانية يا ناس، لعبة مجانية بهذا المستوى، رسمات حقيقية حقيقية، خاصة كذا من الجو يعني زي ما انتم شايفين. بس طبعا لازم تضع باعتبارك انه يعني تحط الرسم اعدادات الرسوم على اعلى شيء يعني تقريبا، او يعني تخليها يعني حلو. خلنا هذا شوف كيف، شايفين كيف كله حقيقي حقيقي. هي عاد الرشاشات هذه انا ما اعرف يعني يمكن اللي معاي الان افضل تسوي زياده للدرع. ويلا نستعمل السيوف وما في خوف. هيا يا صبر معنا كلارك كنت. كلارك كنت طبعا، ايوه اكسبتد. كلارك كنت اسم الشخصيه يعني البشريه اللي يعني اللي يكون كشكل صحفي كذا، ما هو يعني اسمه كال إل في الاسم الرسمي يعني في الاسم اللي سموه يعني بكوكبه يعني قبل ما يجي الأرض. بعدين بالأرض اسمه سوبرمان يعني لأنه يعني كان يعني سوبرمان في سالف الزمن وعصر الأوان، كان يعني عائلته يعني بالكوكب، عائلته يعني كلهم طبيعيين لأنه كلهم يعني نفس بعض، نفس يعني هم والناس الثانيين اللي معهم كذا كلهم يعني نفس ال يعني عايشين نفس الكوكب نفس القوة يعني. بس هنا جاء الأرض مع الشمس مع هذا، صارت يعني فرق بينه وبيننا يعني قوة يعني قوة يعني جينات وكذا، يعني كصنفه صار يعني مبين واضح انه يعني اقوى من لكن لما كان يعني هذا فكرة هذا السوبرمان، يعني هذا فكرة هذا السوبرمان، هذا فكرة اللي يعني الشخصية والقصة، يعني انه كوكبه يعني كانوا ينجلد عادي، يعني ابوه ينجلد وهو ينجلد الناس من الناس اللي معاه يعني كلهم سوبرمانات مع بعض يتفاهمون مع بعض. اتمنى وضحت الفكرة. يا مسالم هالكذاب، انك مسالم هالكذاب. يلا نتجه لمكان ثاني، ناخذ موارد، نستعمل السيف والحركات هذه، ننبسط شوي يعني بالاشياء اللي اشتريتها. ويلا طبعا صراحة يعني تحس ما ادري المركبات الطائره ذي المركبات الفضائيه تحس انها المفروض عددها اكثر، لانه يعني ظلم يعني واحد ياخذها او اثنين او ثلاثه او اربعه او خمسه بس من بين 90 خمسه ما ادري سبعه ما ادري ثمانيه ما ادري تسعه او 10 من 90 هم اللي ياخذونها. ممكن اذا كانت 10 من 90 ممكن تكون نسبه معقوله يعني،
بس شوف كيف جلادة بس طبعا تحتاج مهارة شوية يعني بالطلق، مهارة بالمشي بالسير، مهارة بكذا بالحركات. شوف كيف الآن هذا. بدنا ندخن هنا. نحتاج ورشة صديق. في واحد فوقي مركب الطائرة الثانية. الله يعين، لازم لها فن الحين هذه اللحظات. ايوه ساتر يا ساتر. حتى السيارة خربت، قفلت الراديو، قفلنا الراديو عشان ركز. إنه لازم الواحد لمن يحارب يعني يتكل على الله ويترك الغناء يعني، فهي الله الله يعين. أنا لازم أهرب لأنه يعني أبغى أخلص المهمة، أبغى أخلص مهمة سوبرمان، يعني نركز على الأشياء المهمة، نركز على السكن أولا ثم أيوة حلو. أتوقع هنا مكان أيضا تبع المهمة، لأنه يعني الفيديو كله يعني لننسى إنه عشان نجيب يعني نكمل مهمات السكن والمظهر، مظهر سوبرمان هذا كل الفيديو. أيوة حلو، كملنا هنا شيء. أحيانا يعني بعضها صعبة، يعني مو بس صعبة يعني صعبة تسويها، لا حتى صعبة تنفهم إيش المطلوب لما تقرأ مثلا إيش يعني بالقوائم هذه. ف أحيانا ما تدري وش السالفة، يعني حتى كلمات عربليزي يعني ما تدري يعني بالضبط وش قاعدين يكتبون وش قاعدين يقولون. أصلا يعني زي كذا مثلا واحد يعني جاي من طرف ألعاب أبو كلب زي كلاش رويال مثلا، يعني بعض الكلمة شوف هذا قاعد يبني الحين. وأنا ما أقصد يعني كلاش رويال في هذا الوصف، لكن يعني ما تتقارن يعني بالفورتنايت، يعني لعبة جوال بسيطة. شوفنا لنا هذا، بدينا نستهدف. الله يستر. ويلا هسه دخلنا مستي ميدوز، ناخذ السيارة الفنانة والبطلة ويلا نروح اشوف كيف الدخان من السيارة والحركات. واو وحش، بس اللون يعني ولو كان لون كذا اصفر او شيء زي كذا والله بتصير شيء، او يعني لون بنفسجي مثلا، بس يلا حطينا كذا لون ذهبي هنا فخامة. بس يعني ما ادري ايش ذا جو الشرطية اللي انا قاعد فيها الحين، ما ادري. يلا نكمل المهمة، نركز على المهمة الحين. الله الكفرات. و
والله العظيم وناسة يعني فورتنايت بس كذا يعني تركب السيارة واللي يحب طيارة مثلا يركب الآلة الطائرة مركبة الفضائية وناسة يا أخي والله وناسة بس كذا تمشي كذا بالحر بال بال يعني بالأجواء هذه يعني أنت تحب سيارات عندنا لك سيارات روعة تحب شاحنات تحب سيارات تحب قوارب تحب آلة الطائرة تحب طيارات تحب لا طيارات تحب يعني أي شيء يعني بالحياة تحب تدخل بقالة تحب تدخل مطعم تحب تكلم باتمان شغف كثير 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 شوف الخيام وجوال البحيرة بس طبعا تدميرها شوي يعني غير واقعي في واحد وراي هذا أشغلنا ذا لا 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 حلو 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 أوف 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 يا ساتر يا ساتر الله 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 أوه والله كانت قريبة حدش اتقنب المسافة هذه والله كانت موقف خطير يا ساتر في واحد وراي الزون قرب الزون قرب خلاص قربنا على نهاية المباراة شايفين باقي بس 10 لما اظن زي ما قلنا لكم روعة شاحنات سيارات قوارب الله يعين وهذا المظهر كأنه ناروتو يعني فيه شوية أشياء كثير من ناروتو فمرة مرة مرة كثير واو جامد والله إنه جامد الآن شو كيف واو ما أدري إيش فائدتها ممكن يعني تزود الدرع ممكن يوه شايفين البيوت شايفين إيش هذا البيت العجيب اللي ما فيه جدار يمكن أحد كسره يعني أو قلعه شوف كيف المظهر من قريب مرة حلو لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله قربنا نخلص المباراة عاد نحاول نفوز ان شاء الله بس عاد ما نعرف اللي قدامنا اللاعبين الموجودين ومستواهم هذه المركبة هنا نحاول ناخذها نقدر نطلعها ما ادري كيف صارت كذا هذه في احد بنا هذا مباني فوق المركبة والله ما اعرف بس نحاول نطلعها يا لطيف ما كان مفروض يعني أركز كثير على المركبة بهذه نهاية المباراة لكن حلو 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 المركز الثالث حلو جدا أتمنى تكون استمتعت والسلام عليكم ورحمة الله